حكما يبكي إذا خسر المنتخب في كأس أفريقيا، هذا مختل في عقلي شيء من السفه والخلل، فعلي أن أراجع عقله وعلي أن أراجع دينه. وهل فوز بلد من البلاد بالكأس هل سينفعنا بين يدي الله؟ الله قال أعلم أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن أهل الكفر اخترقوا هذه الكرة واخترقوا هذه المسابقات والأفلام والمسلسلات والمسارح والملاهي والتبرج وكل ذلك لصرف الناس عن دينهم. وقد قال الشيطان لأحتنكن ذريته إلا قليلا وقد احتنك أقوام فأصبح يشدهم باللجام. شجع الأهلي، شجع الزمالك، شجع الكأس، أفريقيا، أوروبا، ضيع الدين عياذا بالله من خلل أصابع عقول الكثيرين. فئام ضالة من البشر تسير وبلا عقل تصفق وتصيح وتحزن وتضحك، لماذا كل هذا؟ أراه خللا أصاب العقول.